بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة رقم 6، وهي تابعة للموضوع الثاني اللي هو بيتكلم على معادلة المحاسبة. وأفكركم بسرعة عن معادلة المحاسبة، وقلنا في المحاضرة الرابعة إن هي عبارة عن الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. وخدنا معادلة المحاسبة وعملنا منها في المحاضرة الخامسة، عملنا منها حسابات، وعرفنا في قاعدة بتقول أن الأصول والمصروفات طبيعتها إيه؟ طبيعتها مدين، يحصل زيادة تتحط في الجانب المدين، لو حصل نقص يتحط في الجانب الدائم. أما الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات طبيعتهم إيه؟ طبيعتهم دائن، أي زيادة بتتحط في الجانب الدائن وأي نقص في الجانب المدين. إحنا النهاردة في المحاضرة هنتكلم على ازاي احلل العمليات المالية الى اطرافها المدينة والدائنة. في قاعدة اسمها قاعدة القيد المزدوج. قاعدة القيد المزدوج ديت معناها ايه؟ تقوم قاعدة القيد المزدوج على اساس أن لكل عملية مالية طرفين، يعني كل عملية ليها كم طرف؟ طرفين متساويين في القيمة، إحداهما مدين والآخر دائن. يبقى احنا واحنا حتى بنتكلم على المحاضرة السابقة كنا بنتكلم على الحسابات، وقلنا أن كل عملية بتأثر في حسابين أو أكتر، بس على الأقل حسابين، وكان في طرف مدين وطرف دائم. إيه هو الطرف المدين وإيه هو الطرف الدائم؟ ببساطة شديدة جدا، لو أنا عندي نقدية بالبنك وحساب النقدية بالبنك ادى لحساب النقدية بالصندوق 10,000 ريال، تاني عندي حساب ايه؟ عندي حساب نقدية بالبنك ادى لحساب النقدية بالصندوق 10,000 ريال. يبقى مين اللي اخذ؟ يبقى اللي اخذ 10,000 ريال النقدية بالصندوق، يبقى ده مدين. طب ومين اللي اعطى؟ اللي اعطى هو حساب النقدية بالبنك، يبقى دائم. احنا طبعا فكرة الاخذ والعاطي مش هنعتمد عليها قوي في تحليل العمليات المالية. ليه؟ لان احنا هنعتمد على قاعدة اسمها قاعدة الايه؟ قاعدة القيد المزدوج. تعالوا كده نشوف مع بعض القاعدة ديت قايمة على ايه؟ قايمة على لتحديد الطرف المدين والطرف الدائم، يتم تحديد الطرف المدين والطرف الدائم في كل عملية مالية باستخدام معادلة المحاسبة.
يعني هنرجع مرة تانية لمعادلة المحاسبة. وبنقول ايه في المعادلة ديت؟ الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. طبعا هو في نوع من التكرار شوية، بس ده ضروري. ليه؟ عشان المعلومات الأساسية بالنسبة للمادة تكون ثابتة. الأصول والمصروفات طبيعتها ايه؟ طبيعتها مدينة. احنا خدناها يمكن في المحاضرة السابقة وقلنا انه الأصول والمصروفات طبيعتها مدينة. اي زيادة في الأصول والمصروفات على طول اقول انها مدينة، واي نقص تبقى دائمة. يبقى عندي نقدية، أصول طبيعتها ايه؟ مدينة. زادت اقول عليها مدينة، نقصت تبقى دائمة. عندي مباني طبيعتها ايه؟ أصول، مدينة. زادت اقول عليها مدينة، نقصت تبقى دائمة. طيب الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات طبيعتهم دائم. يعني انا هنا عندي خصوم، حقوق ملكية، إيرادات، التلاتة دول طبيعتهم ايه؟ طبيعتهم دائم. اي زيادة تبقى في الجانب الدائم، اقول عليه دائم. ولو نقص يبقى في الجانب المدين. رأس المال، رأس المال عبارة عن حقوق ملكية، يبقى رأس المال طبيعته ايه؟ طبيعته دائم. كل ما زود رأس المال يبقى دائم، يبقى حساب رأس المال دائم. طيب ولو انا خفضت رأس المال، يعني رأس المال نقص، نقص يبقى مدين. يبقى نقدر نقول بقى القاعدة ديت عشان احدد بيها الطرف المدين والطرف الدائم. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي احدد الطرف المدين والطرف الدائم للمنشأة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في المحاضرة الرابعة والمحاضرة الخامسة، لتوضيح قاعدة القيد المزدوج. قاعدة القيد المزدوج ديت معناها ايه؟ ان لكل عملية طرفين. طرف ايه؟ طرف مدين وطرف دائم بنفس القيمة. لتوضيح قاعدة القيد المزدوج اعتمادا على معادلة المحاسبة، يمكن استعراض العمليات العشر السابقة الخاصة بمنشأة المغاسل الآلية وتحليلها إلى أطرافها المدينة والدائمة. أنا في المحاضرة الخامسة خدت العمليات العشرة وفتحت بيهم حسابات. أما هنا هاخد عملية عملية وحدد إيه هي أطرافها المدينة وأطرافها الدائمة. تعالوا كده نبدأ مع بعض العملية الأولى. في 1/1 خصص إبراهيم مبلغا 800,000 ريال من ماله الخاص لهذا النشاط، وقد قام بفتح حساب جاري بالبنك باسم المنشأة وأودع فيه المبلغ كاملا. طبعا أكيد دلوقتي احنا عارفين العملية ديت بتتكلم على كم حساب. أول حاجة في عندي هنا 800,000 ريال رأس مال المنشأة، والمبلغ دوت صاحب المنشأة حطه في البنك. يعني في عندي إيه؟ عندي نقدية بالبنك. يعني كم طرف للعملية ديت؟ نقدر نقول إن العملية ديت ليها طرفين. الطرف الأول هو
نقدية بالبنك، والطرف الثاني هو رأس المال. تعالوا كده نشوف مع بعض أطراف العملية. أطراف العملية: نقدية بالبنك 800,000 ورأس المال 800,000. يبقى أول حاجة بقى هنا بنحدد أطراف العملية. طيب الحاجة التانية نحدد هل الحساب أصول ولا خصوم ولا حقوق ملكية ولا مصروفات ولا إيرادات. تعالوا كده نشوف مع بعض النقدية بالبنك. حساب أصول أصل. طيب حصل فيه إيه؟ حصل فيه زيادة. ده أنا حطيت في حساب النقدية بالبنك، يعني حساب النقدية بالبنك زاد. طيب نطبق القاعدة القيد المزدوج. النقدية بالبنك أصول طبيعتها إيه؟ طبيعتها مدين، لما تزيد تبقى مدين. واضحة؟ النقدية بالبنك أصول طبيعتها إيه؟ طبيعتها مدين، زادت تبقى مدين. طب لو كانت نقصت تبقى دائم. طب نشوف الطرف الثاني للعملية، رأس المال 800,000 ورأس المال ده عبارة عن حقوق ملكية. حصل زيادة في حقوق الملكية، رأس المال زاد. طيب رأس المال هو طبيعته ايه؟ او حقوق الملكية طبيعتها ايه؟ هي طبيعتها دائم، ولما تزيد تبقى دائم. طب لو نقصت تبقى مدين. هنا طبعا رأس المال اللي هي حقوق الملكية زادت، تبقى في الجانب الدائم. يبقى أطراف العملية ديت كم طرف؟ طرفين: نقدية بالبنك مدين ورأس المال دائم. يبقى كل عملية لازم يكون ليها طرفين، طرف مدين وطرف دائم بنفس القيمة. هنا نقدية بالبنك 800,000، رأس المال 800,000. نقدية بالبنك مدين، رأس المال دائم. تعالوا نكمل التمرين وناخد العملية رقم 2. بيقول لي في 2-1 اشترى إبراهيم مبنى بمبلغ 100,000 ريال ليكون مقرا لأعمال المنشأة، وقد سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأة بالبنك. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف العملية ديت هي عبارة عن ايه. هي عبارة عن انه ابراهيم اشترى مبنى بمبلغ 100,000 ريال، يعني ممتلكات. طيب والمبنى دوت دفع قيمته من البنك. يعني في عندي كم طرف للعملية ديت؟ في عندي طرف المباني بقيمة 100,000 ريال، وسدد المبلغ دوت من البنك، يبقى في عندي نقدية بالبنك. يبقى كم طرف؟ 2. يبقى أطراف العملية 2: مباني قيمتها 100,000 وحساب نقدية بالبنك ب100,000. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي اطبق قاعدة القيد المزدوج. يعني الهدف هنا من المحاضرة ان انا اعرف احدد الطرف المدين والطرف الدائم. يعني مش هقول زاد ونقص، لا انا عايز في الاخر اقول ايه؟ مدين ودائم. حساب المباني ده يعتبر اصول اصل. حصل فيه ايه؟ انا اشتريت مباني، يعني معنى كده زادت بكام؟ ب100,000. القاعدة بتقول ايه؟
الأصول لما يحصل فيها زيادة تبقى مدين، طب لو نقصت تبقى دائم. هنا المباني حصل فيها زيادة تتحط في الجانب المدين. طيب أنا قيمة المباني ديت دفعتها من حسابي في البنك، يعني النقدية بالبنك اللي هي قيمتها كام؟ اللي هي قيمتها 100,000 ريال، وهي أصل حصل فيها إيه؟ أنا دفعت، يعني معنى كده النقدية بالبنك نقصت بمبلغ 100,000 ريال. طيب النقدية بالبنك أصول، لو زادت تبقى مدينة، هنا إيه؟ نقصت تبقى دينة. يبقى أدي القاعدة بتاعت الأصول أهي، يعني العملية ديت العملية رقم 2 هي بتأثر على الأصول. في عندي أصل زاد بقى مدين، وأصل نقص بقى إيه؟ دائم. يبقى أطراف العملية ديت، عايزين بقى نتكلم بلغة محاسبية، مدين ودائم. يبقى الطرف المدين هو حساب المباني ب100,000، والطرف الدائم حساب إيه؟ حساب نقدية بالبنك ب100,000. يعني في طرف مدين وفي طرف إيه؟ دائم بنفس القيمة. تعالوا نكمل مع بعض العملية رقم 3. بتقول إيه العملية ديت؟ بتقول في 4-1 اشترت المنشأة العدد والآلات اللازمة للقيام بعمليات الغسيل من محلات البركة بمبلغ 250,000 ريال، وتم تسديد المبلغ بشيك. يعني أنا اشتريت عدد وآلات، يعني ممتلكات أصول بكام المبلغ؟ 250,000. العدد والآلات ديت أنا دفعت تمنها منين؟ أنا دفعت تمنها بشيك، يعني دفعت منين؟ من النقدية بالبنك. يبقى احنا نقدر نقول انه اطراف العملية ديت عبارة عن كم حاجة؟ عبارة عن طرفين، طرف عدد وآلات اللي انا اشتريتها بقيمة كام؟ 250,000، وفي عند الطرف الثاني هو النقدية بالبنك، لان انا دفعت 250,000. طيب العدد والآلات دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر اصول. طب انا اشتريت، يعني معنى كده الاصول حصل فيها ايه؟ حصل فيها زيادة ب250,000، عدد وآلات. طب ما تيجي نطبق قاعدة القيد المزدوج، بتقول ايه؟ الاصول طبيعتها ايه؟ طبيعتها مدين، لما تزيد تبقى مدين. طب تعالوا نشوف الناحية التانية، انا العدد والآلات دفعت تمنها نقدا من البنك، دفعت 250,000. النقدية بالبنك دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر اصل. طيب انا دفعت، يعني النقدية بالبنك حصل فيها ايه؟ حصل فيها نقص. القاعدة بتقول ايه؟ ان الاصول طبيعتها مدين، اهي لما تزيد تبقى مدين، طب ولما تنقص تبقى دائم. يبقى برضو هنا العملية ديت لها تأثير على كم حاجة؟ على حسابين، والاتنين من حسابات الايه؟ من حسابات الاصول. طيب نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان انا عندي هنا عدد وآلات 250,000 طبيعتها ايه؟ مدين، وعندي الطرف الثاني للقيد او للعملية نقدية بالبنك 250,000 في الجانب الدائم.
يبقى أي عملية ليها كم طرف؟ ليها طرفين، طرف مدين وطرف دائم. تعالوا نكمل مع بعض. العملية رقم 4 بتقول إيه؟ العملية رقم 4 بتقول في 5-1 سحب إبراهيم مبلغ 120,000 ريال من حساب المنشأة بالبنك ووضعه بصندوق المنشأة. نلاحظ حاجة في العملية ديت، انه صاحب المنشأة خد من البنك 120,000 وحطهم فين؟ في الصندوق. يعني نقدر نقول انه العملية ديت ليها طرفين، نقدية بالبنك ونقدية بالصندوق. هو خد من البنك، يبقى حساب البنك نقص ب 120,000 وحط المبلغ دوت في الصندوق، فحساب الصندوق زاد ب 120,000. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض العملية ديت أطرافها. عندي نقدية بالصندوق 120,000. طب النقدية أصول حصل فيها زيادة. القاعدة بتقول إيه؟ إنه الأصل لما يحصل فيه زيادة يبقى إيه؟ يبقى مدين. طيب أنا النقدية ديت جبتها منين؟ جبتها من النقدية بالبنك، يعني سحبت من البنك وحطيت في الصندوق. النقدية بالبنك حصل فيها نقص، يعني هنا النقدية بالصندوق زادت، أما النقدية بالبنك فحصل فيها إيه؟ حصل فيها نقص. وإحنا عارفين إنه النقدية بالبنك أصول. طب القاعدة بتقول إيه؟ الأصل لما يزيد، الأصل لما يزيد يبقى مدين، والأصل لما ينقص يبقى دائم. يبقى عايزين نطلع بقى من العملية ديت بطرفين، طرف مدين وطرف ايه؟ دائم. الطرف المدين نقدية بالصندوق ب 120,000، والطرف الدائم نقدية بالبنك ب 120,000 بنفس الايه؟ بنفس القيمة. تعالوا كده نشوف مع بعض العملية رقم 5 بتقول ايه؟ قام إبراهيم بتأسيس المحل لإعداده للقيام بعمليات الغسيل واستقبال الزبائن. وقد قامت شركة شمسان بعملية التأسيس لقاء مبلغ 60,000 ريال. يعني احنا عشان نجهز المحل واحنا لشركة شمسان واشترينا أساس وتجهيزات بمبلغ 60,000 ريال. يبقى ده أول حاجة عندي، ممتلكات أساس وتجهيزات بقيمة 60,000 ريال. طيب الأساس والتجهيزات أنا دفعت ثمنها منين؟ قال لي أنت اشتريت أساس وتجهيزات ب60,000، دفعت منهم 20,000 نقدا، يعني النقدية بالصندوق حصل فيها ايه؟ النقدية بالصندوق دفعت يعني نقصد ب20,000. طب والباقي؟ بقيت المبلغ اللي هو عبارة عن 40,000 ده عبارة عن دين على المنشأة. يعني أنا اشتريت أساس وتجهيزات ب60,000، دفعت 20,000 نقدا، وعليا كام؟ وعليا 40,000، ده دين على المنشأة للغير اللي هو شمسان. طيب احنا في المحاسبة أكتر من مرة في المحاضرات السابقة قلنا إيه؟ لما يكون في عندي حاجة اسمها دين
على المنشأة للغير يبقى الحساب اسمه ايه؟ اسمه دائنون. يبقى لما اجي اقول هنا دين على المنشأة للغير يبقى حساب ايه؟ دائنون. يبقى انا هنا دلوقتي العملية ديت فيها كم حساب؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. في عندي اساس وتجهيزات ب60,000، دفعت 20,000 نقدا، يبقى في عندي حساب نقدية بالصندوق 20,000، وكمان علي دين 40,000، يعني حساب دائنون. يعني العملية ديت فيها 3 حسابات. تعالوا كده نشوف مع بعض الحساب الأول، أساس وتجهيزات بمبلغ 60,000 ريال. طبعا احنا عارفين انه الاساس والتجهيزات تعتبر اصول، وطبعا انا اشتريت، يعني الاصل حصل له ايه؟ زاد بمبلغ 60,000 ريال. طيب القاعدة بتقول ايه؟ ان الاصول لما تزيد تبقى ايه؟ تبقى مدين. وطيب لو ما تنقص تبقى دائن. هنا انا اشتريت اساس وتجهيزات، يعني الاصول زادت فتتحط في الجانب المدين، يبقى دي طرف مدين. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. احنا يمكن هنا في العملية ديت قلنا ان 60,000 دفعت من النقدية بالصندوق 20,000، دفعت مبلغ 20,000، واحنا عارفين ان النقدية بالصندوق اصل. طب انا دفعت، يعني معنى كده النقدية بتاعتي حصل فيها ايه؟ حصل فيها نقص ب20,000. القاعدة بتقول ان الاصول لما تزيد تبقى مدينة، والاصول لما تنقص تبقى ايه؟ تبقى دائن. قاعدة القيد المزدوج. احنا كل اللي يهمنا هنا في المحاضرة ديت ازاي احدد الطرف المدين والطرف الدائن. نكمل. انا اشتريت اساس وتجهيزات ب60,000، دفعت منهم كم؟ نقدية بالصندوق 20,000، باقي عليا كام؟ باقي عليا 40,000. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن دين على المنشأة للغير. احنا اتفقنا انه كلمة دين على المنشأة للغير او على الحساب او بالاجل بستخدم حساب اسمه ايه؟ دائنون. دائنون لشركة مين؟ شمسان. طب الدائنون ديت تعتبر حساب خصوم. طب انا الدين اللي عليا حصل فيه ايه؟ زيادة. انا ما كانش عندي قبل كده ديون، دلوقتي بقى عليا ديون ب40,000، يعني معنى كده الخصوم زادت. طب القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول ان الخصوم طبيعتها دائن. طبيعة الخصوم ايه؟ طبيعة الخصوم دائن، لما تزيد تبقى دائن، لما تنقص تبقى مدين. هنا الديون اللي عليا زادت، لما تزيد تبقى في الجانب الايه؟ الدائن. طيب اطراف العملية ديت كم طرف؟ 3، أساس وتجهيزات، نقدية بالصندوق، دائنون. طيب القاعدة بتقول إن كل عملية لها كم طرف؟ طرفين، طرف مدين وطرف دائن بنفس القيمة. ما تيجي نطبق الكلام دوت على العملية ديت. تعالوا كده نشوف مع بعض الطرف المدين. أدي الطرف المدين أهو،
حساب أساس وتجهيزات بكام؟ 60,000. يبقى الطرف المدين أساس وتجهيزات 60,000. طب والطرف الدائن؟ هو الطرف الدائن حساب واحد ولا اتنين؟ ادي اهو الطرف الدائن حسابين، حساب نقدية بالصندوق ب20,000 وحساب دائنون ب40,000، مجموعهم كام؟ مجموعهم 60,000. يبقى الطرف المدين أساس وتجهيزات ب60,000، والطرف الدائن حسابين نقدية بالصندوق 20,000 وحساب دائنون 40,000. يعني معنى كده إن إحنا ممكن يكون عندنا الطرف المدين أكتر من حساب، والطرف الدائن أكتر من حساب، أو ممكن يكون حساب واحد المدين وأكتر من حساب للجانب الدائن. تعالوا كده نشوف مع بعض العملية رقم 6 بتقول إيه؟ في 15 واحد حصلت من فندق الأفراح على مبلغ 20,000 ريال نقدا. يعني أنا أخذت نقدية من فندق الأفراح بمبلغ 20,000. طب المبلغ ده أنا أخذته لقاء إيه؟ قيام المنشأة بأعمال غسيل خاصة بالفندق. يعني معنى كده ده يعتبر المبلغ دوت عبارة عن إيراد، إيراد للمنشأة، وخدنا الإيراد دوت نقدا، نقدا يعني نقدية بالصندوق. يبقى العملية ديت ليها كم طرف؟ أول حاجة أنا خدت نقدية 20,000 بالصندوق، والمبلغ دوت إيراد. يبقى نقدر نقول إن العملية ديت ليها طرفين. الطرف الأول نقدية بالصندوق 20,000. طب النقدية بالصندوق أصل، طب حصل فيه إيه؟ أنا خدت أبط، يعني معنى كده الأصول حصل فيها إيه؟ حصل فيها زيادة ب20,000. القاعدة بتقول أن الأصول لما تزيد تبقى إيه؟ مدينة. طب المبلغ دوت هو عبارة عن إيراد، إيراد خدمات، مبلغ 20,000 ريال. طب الإيراد ده، الإيراد حصل فيه زيادة، يعني المبلغ دوت يعتبر إيه؟ إيراد، والإيراد حصل فيه إيه؟ زيادة. طب الإيراد طبيعته إيه؟ دايما دايما الإيراد طبيعته دائم، زاد يبقى دائم، يعني دايما الإيرادات طبيعتها إيه؟ طبيعتها دائم، وحصل فيها زيادة تتحط في الجانب الدائم. يبقى أطراف العملية ديت كم طرف؟ اتنين، نقدية بالصندوق ب20,000 مدين، وحساب إيراد خدمات ب20,000 دائم. يبقى احنا دلوقتي نقدر نحدد الأطراف المدينة والدينة عن طريق ايه؟ عن طريق قاعدة القيد المزدوج، اللي هي بتقول ايه؟ ان الاصل لما يزيد يبقى ايه؟ مدين، والاصل لما ينقص يبقى دائم، والايراد دايما طبيعته ايه؟ دائم. العملية رقم 7 بتقول ايه؟ في 17 واحد سددت المنشأة نقدا مبلغ 60,000 ريال مقابل مرتبات العمال المستحقة عن الشهر. طب حد هنا يقول لي أطراف العملية دي عبارة عن إيه؟ أول حاجة بنقول إن إحنا دفعنا نقدا، نقدا
يعني النقدية بالإيه؟ النقدية بالصندوق. طيب المبلغ دوت اللي أنا دفعته مقابل إيه؟ مقابل مرتبات العمال، يعني مصروف. يبقى نقدر نقول إنه أطراف العملية ديت كم طرف؟ طرفين، طرف مصاريف الرواتب، والطرف الثاني نقدية بالصندوق. في هنا عندي مصاريف رواتب مبلغ كام؟ 6000. طيب المصروفات طبيعتها ايه؟ احنا في القاعدة بتقول ان الاصول والمصروفات طبيعتهم مدين، لما بيحصل زيادة تبقى في الجانب الايه؟ في الجانب المدين. واحنا على فكرة دايما المصروفات دايما طبيعتها مدين. والإيراد دايما طبيعته ايه؟ دائم. يعني نحطها قاعدة مع بعض، ان الإيرادات طبيعتها دائم، والمصروفات دايما طبيعتهم ايه؟ مدين. طيب المبلغ دوت 6000 انا دفعته ايه؟ انا دفعته من الصندوق. يعني معنى كده انه حساب النقدية بالصندوق اللي هو يعتبر ايه؟ اللي هو يعتبر اصل. حصل فيه ايه؟ دفعت، يعني حصل فيه نقص بمبلغ 6000. واحنا قلنا ان الاصول لما يحصل فيها نقص تبقى دائن. يبقى اطراف العملية ديت كم طرف؟ 2. مصاريف رواتب ب6000 مدين، ونقدية بالصندوق دائن بمبلغ 6000. يعني في طرف مدين مصاريف رواتب 6000، وطرف دائن نقدية بالصندوق 6000، نفس القيمة. طيب تعالوا نشوف مع بعض العملية رقم 8. بتقول ايه؟ في 18/1 قامت بعمليات تنظيف وغسيل لشركة الخزامي مقابل فاتورة بلغت قيمتها 30,000 ريال، وقد وعدت شركة الخزامي بتجديد الفاتورة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. العملية ديت قلنا عليها ان دي عبارة عن خدمة قامت بيها المنشأة لشركة الخزامي. الخدمة ديت تعتبر إيراد، يعني معنى كده 30,000 دول عبارة عن إيراد للمنشأة. أدي طرف. طب المبلغ ده هل أنا قبضته؟ لا، هو هنا قال لي وقد وعدت شركة الخزامي بتجديد الفاتورة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. يعني معنى كده المبلغ دوت حق لي عند مين؟ عند الخزامي. يعني معناه كده مبالغ للمنشأة طرف الغير، يعني ليا عند الخزامي اللي هو الغير مبلغ كام؟ 30,000. طب لما انا بقول مبالغ للمنشأة طرف الغير، الحساب اسمه ايه؟ حساب اسمه مدينون. يبقى تعالوا كده نشوف مع بعض اطراف العملية. حساب مدينون اللي هو شركة الايه؟ الخزامي. طبعا على الحساب يعني ما دفعش المبلغ. مبلغ كام؟ 30,000. حساب المدينون ده معناه مبالغ للمنشأة، يعني ممتلكات، يعني ايه؟ اصل. وانا ممتلكاتي عند المدينون حصل فيها ايه؟ زيادة. يعني ليا عند المدينون 30,000، يبقى الاصول زادت
ب30,000. طيب الأصول لما يحصل فيها زيادة تبقى مدين ولا دائن؟ نرجع للقاعدة بتقول أن الأصول لما يحصل فيها زيادة تبقى في الجانب الايه؟ في الجانب المدين. طب المبلغ دوت هو يعتبر إيراد. إيراد ايه؟ إيراد خدمات 30,000، واحنا عارفين انه الإيراد حصل فيه زيادة. يعني احنا لو رجعنا للقاعدة، القاعدة بتقول انه الإيرادات لما يحصل فيها زيادة تبقى في الجانب الايه؟ الدائم. وعموما احنا قلنا انه دايما الإيراد طبيعته ايه؟ دايما طبيعته دائم. يبقى العملية ديت ليها كم حساب او طرفين؟ اطراف العملية عبارة عن حساب مدينون بمبلغ 30,000 مدين، وحساب إيراد خدمات ب30,000 في الجانب الدائم. طيب تعالوا نرجع مع بعض للعملية رقم 9. بتقول ايه؟ في 19/1 سددت المنشأة جزء من الرصيد المستحق عليها لشركة شمسان، حيث سددت بشيك ما مقداره 30,000 ريال. احنا اشترينا من شركة شمسان اساس وتجهيزات اللي هي العملية رقم 5، واشتريت انا اساس وتجهيزات بمبلغ 60,000 ريال، دفعت منهم 20,000، وباقي عليا كام؟ باقي عليا لشركة شمسان 40,000. انا الكلام ده بتكلم على العملية رقم كام؟ العملية رقم 5. يبقى معنى كده علي دين لشركة شمسان كان كام؟ 40,000. دفعت له كام انا؟ دفعت له 30,000 بشيك. يعني معنى كده انه اطراف العملية ديت كم طرف؟ طرفين، شركة شمسان، وده كان المبلغ يعتبر دين، دين على المنشأة. وكلمة دين على المنشأة يعني حساب اسمه ايه؟ حساب دائنون. ودفعت بشيك يعني نقدية بالإيه؟ نقدية بالبنك. تعالوا كده نشوف مع بعض أطراف العملية. حساب دائنون شركة شمسان بمبلغ كام؟ بمبلغ 30,000 ريال. طيب الدائنون عبارة عن خصوم. طب هو الدائنون زاد ولا نقص؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. انا كان عليا 40,000، دفعت منهم كام؟ دفعت منهم 30,000. يعني معنى كده الدين اللي عليا حصل فيه ايه؟ حصل فيه نقص. يبقى الخصوم حصل فيها ايه؟ نقص. طيب القاعدة بتقول ان الخصوم لما تزيد تبقى دائن، ولما تنقص تبقى ايه؟ مدين. تاني، الخصوم لما تزيد تبقى دائن، ولما تنقص تبقى مدين. طيب انا المبلغ 30,000 دفعته منين؟ دفعته عن طريق النقدية بالبنك. يعني حساب النقدية بالبنك حصل فيه ايه؟ حصل فيه نقص. دفعت النقدية بالبنك اصل، ولما دفعت الأصول نقصت. طب ما تيجي نطبق القاعدة، بتقول ايه؟ بتقول ان الأصول لما تزيد تبقى ايه؟ مدينة، ولما تنقص تبقى دائنة. يبقى نقدر نقول انه اطراف العملية ديت طرف مدين
اللي هم الدائنون 30,000، وطرف دائن هو النقدية بالبنك 30,000. آخر عملية هي عبارة عن العملية رقم 10، وبتقول في 20/1 سددت شركة الخزامي مبلغ 20,000 ريال نقدا كجزء من الرصيد المستحق عليها للمنشأة. احنا لو رجعنا للعملية رقم 8 هفكركم بيها، كنا قدمنا خدمات لشركة الخزامي بمبلغ 30,000، وكان المبلغ دوت دين على شركة الخزامي للمنشأة. النهاردة يوم 20/1 سدد من 30,000 دفع كام؟ دفع 20,000 ريال نقدا. معنى كده ان انا كمنشأة اخدت من شركة الخزامي 20,000 ريال نقدا. يبقى في عندي ايه؟ في عندي نقدية بالصندوق 20,000. طيب المبلغ ده اللي انا اخدته منين؟ من الخزامي. لما جيت قدمت الخدمات للخزامي وما خدتش المبلغ، كان على الحساب، فتحت حساب اسمه حساب مدينون. واحنا كذا مرة بنقول كلمة مدينون معناها ايه؟ معناها مبالغ للمنشأة طرف الغير. يبقى نقدر نقول ان العملية ديت ليها كم طرف؟ العملية ديت ليها طرفين، طرف نقدية بالصندوق انا قبضت من شركة الخزامي، يعني دفعت شركة الخزامي 20,000، حطيت المبلغ دوت في الصندوق. طيب النقدية بالصندوق طبيعته ايه؟ اصل، والنقدية زادت، والقاعدة بتقول انه الاصول لما يحصل فيها ايه؟ لما يحصل فيها زيادة تبقى مدين. طب المبلغ دوت ال20,000 مين اللي دفعه؟ شركة الخزامي. انا كنت مسجل المبلغ دوت على شركة الخزامي في حساب اسمه ايه؟ مدينون. مدينون يعني مبالغ للمنشأة طرف الغير. انا ليا عند الخزامي كان 30,000، دفع منهم كم؟ دفع منهم 20. طيب المدينون اصل، طب ما نيجي نشوف مع بعض كده، هو كان ليا عند المدينون كام؟ كان ليا عندهم 30,000، دفعوا 20,000، يعني الحساب المدينون حصل فيه ايه؟ نقص. يعني كان 30,000 دفعوا 20، يبقى حسابهم نقص. يعني ليا دلوقتي عندهم 10,000. يعني معنى كده حساب المدينون حصل فيه نقص. طب القاعدة بتقول ان الاصول لما يحصل فيها، اهي القاعدة موجودة بتاعت الاصول اهي، لما يحصل فيها زيادة تبقى مدين، ولما يحصل في الاصل نقص يبقى ايه؟ يبقى دائم. يبقى نقدر نقول انه اطراف العملية ديت عبارة عن حساب نقدية بالصندوق ب20,000 مدين، وحساب مدينون في الجانب الدائم. يبقى احنا نقدر نخرج من العمليات العشرة ديت ان احنا لكل عملية لها كم طرف؟ لها طرفين، طرف مدين وطرف دائم بنفس القيمة. اهي طرف مدين وطرف دائم بنفس القيمة. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي اظهر العمليات ديت في جدول.
إجمالي. تعالوا كده نشوف مع بعض العملية الأولى. طبعا إحنا ممكن نرجع للعمليات ديت لكل عملية ونشوف إيه الطرف المدين والطرف الدائم. فالعملية الأولى كانت طرف المدين نقدية بالبنك ب 800,000، والطرف الدائم رأس المال 800,000. العملية الثانية كان المباني طرف مدين 100,000، والنقدية بالبنك طرف دائن 100,000. يعني كل عملية هي ليها كم طرف؟ طرفين، طرف مدين وطرف دائن بنفس القيمة. عدد وآلات العملية الثالثة، عدد وآلات مدين ب 250,000. أنا ببص هنا فوق أهو، مدين 250,000، نقدية بالبنك دائن ب 250,000. نقدية بالصندوق مدين 120 ودائن نقدية بالبنك 120. تعالوا كده نشوف مع بعض رقم 5 بتقول ايه. الاساس والتجهيزات مدين بكام؟ 60,000. بس في الجانب الدائن ال 60,000 دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقدية بالصندوق دائن ب 20,000 ودائنون ب 40,000 دائن. العملية رقم 6، نقدية بالصندوق مدين ب 20,000، الإيرادات دائن ب 20,000. رقم 7، مصاريف رواتب مدين ب 6,000 ونقدية بالصندوق دائن ب 6,000. رقم 8، مدينون الخزامي مدين ب 30,000 والإيرادات دائن ب 30,000. حساب دائنون رقم 9، مدين ب 30,000 ودائن نقدية بالبنك ب 30,000. آخر حاجة رقم 10 بتتكلم على النقدية بالصندوق كان مدين ب 20,000 وحساب المدينون ب 20,000. يبقى احنا نقدر نطلع في النهاية بإيه؟ ان كل عملية ليها ايه؟ ان كل عملية ليها طرفين، طرف مدين وطرف ايه؟ وطرف دائن بنفس القيمة. حتى العملية رقم 5 كان في الطرف المدين حساب واحد 60,000، ولكن في الطرف الدائن كان في كم حساب؟ 2، بس مجموعهم بنفس قيمة الطرف المدين. تعالوا كده مع بعض ناخد ملاحظات على الموضوع بتاعنا. الملحوظة الأولى بتقول إيه؟ إنه يمكن التعبير عن تأثير كل عملية مالية في شكل زيادة أو نقص في عنصر أو أكثر من عناصر معادلة المحاسبة. احنا يمكن في التمرين دلوقتي كنا بنتكلم بنقول ايه؟ النقدية بيحصل فيها زيادة او النقدية بيحصل فيها نقص، رأس المال بيحصل فيه زيادة او نقص. يعني معنى كده ان كل عملية ممكن ان انا اعبر عليها بالزيادة او بالايه؟ بالنقص في اي حساب من حسابات معادلة المحاسبة. الحاجة الثانية والأهم إن كل عملية لابد وأن يتأثر بها على الأقل كم حساب؟ حسابين. أهو تعالوا كده نشوف مع بعض الكلام دوت. على الأقل أي عملية كان تأثيرها على كم حساب؟ 2. يعني ما ينفعش العملية يبقى ليها حساب واحد، لازم يكون ليها كم حساب؟ 2، واحد مدين والتاني ايه؟ والتاني دائن. ممكن يكون اكتر من حساب دائن او ممكن يكون اكتر من حساب مدين، ولكن العملية الواحدة على الاقل
يكون ليها كم حساب؟ 2. يبقى نقدر نقول ايه؟ ان لكل عملية لابد وان يتأثر بها على الاقل كم حساب؟ 2 من حسابات الاصول والخصوم وحقوق الملكية. طيب النقطة الثالثة بتقول ايه؟ مهما كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتوازن أو تساوي معادلة المحاسبة. يعني مهما نقوم بأي عملية من العمليات لابد في النهاية يكون في توازن في معادلة المحاسبة. معادلة المحاسبة بتقول إيه؟ بتقول أن الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. لابد يحصل توازن وتساوي. يعني مهما كانت العمليات المالية مهما تعددت فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتوازن أو تساوي معادلة المحاسبة. هو اللي بيحصل انه ايه؟ انه بيحصل تغير في البنود. يعني مرة النقدية تزيد، النقدية تنقص، ولكن في النهاية يحصل ايه؟ تساوي في معادلة المحاسبة. تعالوا كده ناخد نمرة 4 بتقول ايه؟ يمكن زيادة الاصول عن طريق ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. ممكن ازود الاصول، يعني النقدية والمدينين والبضاعة والسيارات، اي اصل ازوده عن طريق ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. عن طريق النقص في اصل اخر او اصول اخرى. ازاي؟ انا لو اشتريت بضاعة نقدا يبقى هنا البضاعة هيحصل فيها ايه؟ هيبقى في عندي هنا زيادة في البضاعة، يعني اصل زاد. نقدا يعني هدفع نقدية. يعني معنى كده النقدية وهي اصل هيحصل فيه ايه؟ نقص. يبقى ممكن ازود اصل عن طريق انقص اصل اخر. ازاي؟ اشتري بضاعة يبقى الاصول زادت، وادفع ثمنها نقدا يبقى النقدية نقصت. طيب او ايه كمان؟ او تحصيل المدينين. انا ليا مبالغ عند المدينين، هيدفعوا لي المدينين المبالغ ديت، يبقى النقدية بتاعتي هيحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى هنا هيحصل زيادة في النقدية، يعني زيادة في الأصول. طيب هو المدينين مش ده يعتبر أصول؟ لما أخد منهم حسابهم هينقص. يبقى أنا ممكن أزود الأصول عن طريق إيه؟ عن طريق نقص في أصل أو أصول أخرى. طب ممكن يتم إزاي تاني؟ ممكن ازود الاصول عن طريق ايه؟ زيادة الالتزامات. ازاي؟ ان انا اشتري بضاعة او اصل ثابت على الايه؟ الحساب. انا لو اشتريت بضاعة الاصول هيحصل لها ايه؟ الاصول هيحصل لها زيادة. اشتريت سيارة مباني الاصول هتزيد. طيب انا هنا مش هدفع ثمنها نقدا، ده هيعتبر ايه؟ دين عليا. دين يعني ديون، خصوم. الديون هتزيد. يبقى انا ممكن ازود الاصول في مقابل زيادة الايه؟ الديون او الالتزامات. او ان انا ممكن ازود الاصول عن طريق زيادة حقوق الملكية. ازاي؟ صاحب المنشأة
يزود رأس المال. يعني معنى كده يزود حقوق الملكية. طب هو عشان يزود حقوق الملكية مش يحط المبالغ في الصندوق او في البنك؟ يبقى لو حط المبالغ ديت بتاعت رأس المال في الصندوق او في البنك يعني الاصول زادت. او ان هو ممكن يزود رأس المال عينا. يعني ايه عينا؟ يعني رأس المال بتاعه يزوده بس بدل ما يدفع نقدية يدي للمنشأة سيارة. يعني بدل ما يحط رأس المال نقدا هيحط رأس المال ايه؟ عينا. عنده قطعة ارض، عنده مبنى، عنده سيارة، هيحطها في المنشأة كرأس مال. يبقى الاصول حصل فيها ايه؟ حصل فيها زيادة. ورأس مال صاحب المنشأة برضو حصل فيه زيادة. يبقى نقدر نقول هنا القاعدة ايه؟ ان زيادة الاصول ممكن عن طريق ثلاث حاجات. ايه هما الثلاثة دول؟ نقص في اصل، زيادة في التزام، او زيادة في حقوق الملكية. والملاحظات ديت مهمة جدا. ليه؟ لان انا ممكن اخد العملية ديت واقول ايه؟ يمكن زيادة الاصول عن طريق النقص في اصل، زيادة الالتزام، زيادة حقوق الملكية. العبارة ديت صح ولا خطأ؟ اكيد العبارة ديت صح. طب انا ممكن اقول كده، يمكن زيادة الاصول عن طريق الزيادة في الاصول، الزيادة في الالتزامات، الزيادة في حقوق الملكية. هل الكلام ده صح؟ طبعا لا. زيادة الاصول عن طريق ثلاث حاجات: النقص في اصل، الزيادة في الالتزام، الزيادة في حقوق الملكية. طب نكمل الملاحظات. الملحوظة رقم 5 بتقول ايه؟ يمكن نقص الاصول عن طريق ثلاث حاجات. يعني عكس الايه؟ اهو عكس الزيادة. هنا الزيادة نقص في اصل، زيادة في التزام، زيادة في حقوق ملكية. طب وهنا نقص الاصول عن طريق زيادة في اصل، نقص في التزام، نقص في حقوق الملكية. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي بتتم نقص الاصول عن طريق زيادة اصل. تعالوا كده نقرا مع بعض. بيقول لي مثل تحصيل المدينين. يعني انا النهاردة لما حصل المدينين انا لي عند الغير مبلغ في حساب المدينين. لما يدفعوا المبلغ ده المدينين اصول، لما يدفعوا حسابهم ينقص. طب يعني معنى كده حساب المدينين كاصول نقص. في المقابل هم ادوني مبلغ نقدا، يعني اصل النقدية زاد. يبقى المدينين حصل فيهم نقص والنقدية بتاعتي حصل فيها زيادة. طيب او ايه؟ شراء اصل ثابت نقدا. انا لما اشتري اصل يبقى الاصول زادت، ولما ادفع نقدا يبقى النقدية اللي هي الاصول هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها نقص. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي يتم نقص الاصول عن طريق نقص الالتزامات. لما اجي اسدد الدائنين او القرض، انا لما يكون علي دين واسدد الدين دوت عن طريق النقدية بالصندوق او البنك، يبقى النقدية بالصندوق او البنك اصول، ولما ادفع الاصول ديت هتنقص. طب انا هدفع لمين؟ للدائنين او للقرض. يعني انا بدفع التزام، انا الالتزام اللي عليا دفعته،
يعني معنى كده حصل فيه ايه؟ حصل فيه نقص. ممكن يتم نقص الاصول عن طريق نقص حقوق الملكية، يعني صاحب المنشأة بدل ما يزود رأس المال خفض رأس المال، فحقوق الملكية اللي هو رأس المال صاحب المنشأة نقص. طيب حقوق الملكية أو رأس المال هيروح رايح صاحب المنشأة ياخد المبلغ دوت من النقدية. النقدية يعني أصول، الأصول يحصل فيها إيه؟ يحصل فيها نقص. يبقى نقدر نقول قاعدة إيه هي؟ إنه يمكن نقص الأصول عن طريق إيه؟ زيادة أصل أو نقص التزام أو نقص في حقوق الملكية. الملحوظة رقم 6 بتقول إيه؟ يترتب على الإيرادات، إن أنا أحصل على إيراد كم حاجة؟ زيادة الأصول. إحنا عارفين طبعا إن الإيراد طبيعته إيه؟ طبيعته دائن، والإيراد لما أحصل عليه النقدية بتاعتي تزيد، يعني الأصول بتزيد. طيب أو نقص في إيه؟ التزامات. يعني إيه النقطة ديت؟ عايزين نفهمها. معناها إن أنا النهاردة كنت خدت مبلغ كإيراد مقدم ب10,000، يعني أنا واخد إيراد مقدم، إلى الآن أنا ما قدمتش الخدمة، واخد مقدم كام؟ 10,000. يعتبر دين ولا مش دين؟ ده يعتبر إيه؟ دين، التزام. طيب ال10,000 دول لما أقدم الخدمة يبقوا حقي، يعني إيراد. يبقى الدين اللي عليا حصل فيه إيه؟ حصل فيه نقص. طب أو يترتب على الإيرادات حاجتين، زيادة الأصول أو نقص الإيه؟ الالتزامات، أو الاتنين مع بعض. بس في حتة مهمة جدا بنقول إيه؟ إن الإيرادات دايما بتؤدي إليه؟ إلى زيادة مماثلة في حقوق الملكية. يعني نقدر نقول إنه بيترتب على الإيرادات زيادة الأصول أو نقص الإيه؟ الالتزامات أو كلاهما. ولكن لازم تؤدي في النهاية إلى زيادة في حقوق الملكية. طب احنا اتكلمنا على الايرادات، نتكلم على المصروفات. يقول لي هنا ايه؟ بيترتب على المصروفات، واحنا عارفين ان المصروف طبيعته ايه؟ طبيعته مدين. بسدد المصروف من النقدية بالصندوق او من البنك. النقدية بالصندوق والبنك اصول بتنقص، تبقى في الجانب. طبعا عرفنا ان المصروف مدين، النقديه لما تنقص تبقى في الجانب الدائن. كمان بيترتب على المصروفات، يترتب على المصروفات زياده الالتزامات. يعني ايه؟ يعني كمثال لو انا عندي ايجار، الايجار 1,000 ريال في الشهر، واحنا عندنا السنة 12,000، يبقى 1,000 في 12 شهر يعني 12,000. انا دفعت من الايجار، دفعت نقدا 10,000، يبقى عليا كام؟ عليا التزام 2,000. يبقى الالتزامات حصل فيها ايه؟ حصل فيها زيادة ب2,000 او كلاهما، يعني ممكن الاثنين. تاني، انا عندي ايجار 1,000 ريال في الشهر، واحنا عندنا 12,000 اللي هم 12 شهر،
أنا دفعت منهم نقدية 10,000، يبقى النقدية حصل فيها إيه؟ حصل فيها نقص ب10,000. طب والألفين الباقية بدين التزام عليا حصل فيه زيادة، أو الاتنين مع بعض. بس في حاجة مهمة جدا، إن الإيغاض بيؤدي إليه زيادة حقوق الملكية والمصروف، والمصروفات بتؤدي إلى نقص في حقوق الملكية. طبعا مع نهاية الملاحظات اللي احنا خدناها مع بعض ديت، اللي هي الملحوظة الأولى اللي هي بتتكلم على ان كل عملية مالية في شكل زيادة او نقص في عنصر او اكثر من عناصر معادلة المحاسبة، ان كل عملية لازم تأثر على الاقل على حسابين من حسابات الاصول والخصوم وحقوق الملكية، انه مهما كانت العمليات لن تؤدي الى الاخلال بتوازن وتساوي معادلة المحاسبة، انه زيادة الاصول بيترتب عليها نقص في اصل او زيادة التزام او زيادة حقوق الملكية، كما انه نقص الاصول ممكن يؤدي زيادة في اصل اخر او نقص التزام او نقص في حقوق الملكية. وعرفنا انه الايغاضات طبيعتها ايه؟ دائم، وبيترتب على الايغاض زيادة في اصل او نقص التزام او الاثنين مع بعض. بس لازم الايغاضات تؤدي الى زيادة حقوق الملكية. اما المصروفات، المصروفات بتؤدي الى نقص الاصول او زيادة الالتزامات او كلاهما. وعرفنا ان المصروفات طبيعتها ايه؟ المصروفات طبيعتها مدين، تؤدي الى نقص حقوق الملكية. يبقى احنا النهاردة المحاضرة بتاعتنا خرجنا ب حاجة مهمة جدا هتنفعنا في الموضوع التالت. ايه هي؟ ان احنا ازاي نحدد لكل عملية الاطراف المدينة والاطراف الدائمة. مهمة جدا، والملاحظات ديت في غاية الاهمية. كمان احنا في الموضوع التاني اتكلمنا على المعادلة المحاسبية، واتكلمنا على الحسابات، وازاي طلعنا من كل حساب الفروق، وخدنا الفروق ديت وعملنا منها قيمة المركز المالي، ولازم الفروق كلها في النهاية تتساوى طبقا لمعادلة المحاسبة، اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيغاضات. وخدنا قاعدة اللي هي قاعدة القيد المزدوج، اللي بتقول ان الأصول والمصروفات طبيعتهم ايه؟ طبيعتهم مدين. اي زيادة تسجل مدين، واي نقص تسجل دائم. والخصوم وحقوق الملكية والإيغاضات الطبيعة بتاعتهم دائم. وعرفنا انه اي زيادة في الدائن اللي هي الخصوم وحقوق الملكية والإيغاضات دائن. طب وأي نقص في الجانب المدين؟ مهمة جدا قاعدة القيد المزدوج، لأنه هيتبني عليها المحاضرة
اللي جاية إن شاء الله، اللي هو الموضوع الثالث اللي هو بيتكلم على النظام المحاسب. بتمنى في النهاية إن يكون الموضوع بتاعنا واضح. احنا اتكلمنا عليه كتير جدا، المحاضرة الرابعة والخامسة والسادسة، الثلاث محاضرات دول عشان اوصل في النهاية ازاي نحدد لكل عملية الطرف المدين والطرف الدائم. مع تمنيات الطيبة لطلابي وطالباتي الأعزاء بكل الخير والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.